الملابس الداخلية النسائية يعني كنا نروح نفوت عادي، يعني امرأة واقفة تشتري يعني تبيع الملابس كنا نشتغل منها عادي وندير أصلا نطلع، بس هم نخاف لا تكون داعشية ويقفي ما نعرف منو هي، بس كمجرد يعني بس نسألها بيش هاي وبيش هاي نشتغل ونطلع. يعني حتى نخاف نطلع من البيت، يعني نخاف يعني نشتغل اي حاجه، نخاف نطلع على الشارع من خلف داعش. يعني تصور يوم من الايام انا كنت لابسه عبايه، وقفني قال لي ليش لابسه بطرون جوا العبايه السوداء، يعني وصل لاي درجه واصلين، يعني يراقبون المغه مو فوق لي جوا على لبسه. وقف لي التاكسي خلاني ارجع على البيت، قال لي ما تطلعين باب الحوش، واذا تطلعين لازم محرم معاك يكون. والله الحقيقة مثل ما قلت لك يعني ما دخلنا لهكذا مناطق أبد، يعني ولا محلات، اكتفينا بالموجود، يعني ما حاولنا أن ندخل مجالات حتى يعني على السوبر ماركت على هالمجالات، لأن كلها كانت حسبة وما حسبة ويجون يضايقونه ليش ما لابسة خمار ونزلي على عيني، زين شلون المرأة تجي تسوق وهي عينها مغطاية كامل يعني بحيث ما تشوف طريقة، يعني نقول له مثلا ما نشوف، أنا مثلا مرأة كبيرة ما أشوف، يقول لي لا تطلعي من البيت. مرة من المرات فتوا أشتري مكياج من محل داعشية واقفة بي أصلا، كشفت الغطاء، يعني نساء عادي نكشف الغطاء فيما بيناتنا، يعني حاسبتني بلغت الداعشي برا، من طلعت راد ياخذ الهوية من زوجي ويجلده. بالبداية كانت ممنوع الصورة، بعدين منعوا الملكان اللي كان يعرض عليه الداخلي او يعرض عليه الاتق او اي شيء يتبع الملابس الداخليه. فاستجابت الناس يعني لهذه الشغلات، وبعدين بدوا يقلصون شويه شويه الى ان كانت انه حتى التشمبر او البسطه اللي يعرض عليها لازم تغطى بحيث ما يظهر منك شيء. والمغة من تجي تبيعها لازم انت تدير وجهك.